في ايه يا حنفي بيه اكتر من ان طبقه الاوزون تتخرم؟ دي مساله في منتهى الخطوره. الاوزون اتخرم؟ ما انت حق عليك، ازاي تسيبهم يخرموه؟ يبقى فين الشبابيك وانت خارج؟ ها مين اللي خرم؟ بلد دلوقتي بقت اي حاجه فيها تخرم بسهوله. الاوزون ده ولا نسبه التلوث في القاهره اللي بقت 10 اضعاف المعدل العادي اللي ممكن يعيش فيها اي بني ادم. طب ما تهجوا منها. ونروح فين؟ روح ابو اتاتا. فين؟ ابو اتاتا فيهاش اوزون. اوزون اتخرم؟ لا يا ابن خالتي، مره اتخرم من الاوزون كنا ظاهرين. فكان دور بقى عيني، كانت امه بقى مربيه اوزون فوق السطوح. خرم هو الاوزون من غير ابوه ما يعرف، ابوه جه بالشغل لقى الاوزون مخروم، قال له علقه. يا عبلة انا بمر بظروف صعبه ومحتاجك جنبي. وانا مين يقف جنبي؟ انا كمان بمر بظروف اصعب الف مره من ظروفك وانت السبب فيها. انا يا عبلة؟ ايوه انت معيشني بجحيم، حتى الشيء الوحيد اللي انت قادر عليه حرمني منه. انا ما حرمتكيش من حاجه يا عبلة. لا يا استاذ، حرمني من ابسط شيء واهم شيء تتمناه اي ست. مش فاهم. حرمني من الخلفه. وانا قلت لك ما تخلفيش. واخلف ازاي؟ بالمراسله. عبلة على العموم انا هبعت لكم عنواني تيجي تقضوا عندي سنتين ثلاثه براحتك. يا رب بتاع الاوزون انت بتعرف الاوزون. يا مدام مالك، حد كلمك؟ مش ممكن، مش معقول، انت دارج وهنا؟ اعلى موسى اعلى، ما تهورش اعلى، ما تبقاش زي المجنونه مراتك. ده انا هخليهم يقطعوك حتت. ما بلتنيش يا موسى، هرجوك طلعني كده. طب يا بنت موسى وانا اللي اقول لك. لو تعمل ايه؟ هاخد طاري بايدي. انت مش هتعمل حاجه خالص. هات المطوه. قدام البيت اللي راحت يا باشا. دم ضاعه. ايه؟ هروح هدر؟ ما تخليش الغضب يعمي عينيك. هات المطوه. مش قبل ما اخد طاري بايدي. دي مش غابه. في قانون، والقانون انا اللي بمثله هنا. قانون ايه اللي انت بتمثله؟ البيت ماتت. القانون ده تروح تمثله عند مراتك اللي انت مش عارف تحكمها. يا وضيع يا حقير يا ابن الفران. اهلا يا احمد، اركب. بقولك دوق فين؟ اوعى يفلت من ايديكم.